الغوص اكيد طريقه جميله، لكن المهمه صعبه لما يكون مرتبط بتحقيق الارقام القياسيه، واكيد المهمه بتبقى اصعب لما بترتبط بالتحقيق في حوادث الغرق. معانا النهارده اسطوره السكوبا دايفنج اندرتيكر ديب دايفنج، كابتن احمد سمير فراج. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. عايزك تحكي لي من الاول بقى حكايه الغوص بدات معاك ازاي. انا عارفه انك بدات تسبح من 4 سنين، هتحكي لنا بقى حدوث الغوص معاك. انا بدات السكوبا دايفنج زي اي واحد عايز يطلع تو هاف فان في شرم الشيخ او في دهب، فكان معظم او اشهر حاجه اشهر اكتيفيتي بنعملها في شرم الشيخ او في الغردقه او في دهب لو السكوبا دايفنج. فدخلت السكوبا دايفنج از ادفنتشر سبورت وعجبتني الرياضه، عملت اول كورس وراه بقى كل الكورسات التانيه، وعمري ما كنت اتخيل ان ده هيبقى مجالي بعد كده. لكن بدات الاول ببطوله السباحه. تمام كده. هي اللي فتحت لك المجال وحسيت ان انت حابب الغوص منها؟ يعني ايه فكره الغوص ليه؟ طبعا انا يعني انا مور اتاتشد بالميه، كان حياتي كلها في السباحه وانا صغير. وبعد كده بدات السكوبا دايفنج علشان هي رياضه مائيه وحاسس كده اي فيل هوم كده وانا في المايه. فبدات السكوبا دايفنج از رياضه عاديه خالص، وبعد كده كملت بقى كورس ورا التاني لحد لما بيكام انستراكتور، لحد ما بقيت انستراكتور، وبعد كده خدني مجال بقى. ان بريف عايزين نفرق للناس بين انواع الدايفنج، يعني بنسمع دايما السكوبا دايفنج والديب دايفنج، فايه الفرق بينهم؟ الدايفنج هم انواع، هو في ريكريشنال دايفنج اللي هو الناس الزباين بييجوا يغطسوا يتفرجوا على الاسماك ويتفرجوا على الاحياء البحريه، بيبقى بوان سكوبا تانك واحد بيشيلوه على ظهرهم، وده بيبقى ماكسيمم ديبث 40 متر. وفي تكنيكال دايفنج ده بيبقى ديبر وما بيبقاش هواء اللي احنا بنتنفسه، بيبقى مخاليط من الغازات، في مخلوط اسمه نيتروكس وفي مخلوط تاني اسمه ترايمكس، دوت مينلي اللي احنا بنستخدمهم في التكنيكال دايفنج. وفي فري دايفنج اللي هي بتاخدي نفس وبتنزلي بنفسك بس ده بيبقى قريب من سطح البحر. لا خالص، بالعكس، ده بيعدوا ال 200 متر، يعني رقم اخر رقم كان رقم العالم كان حوالي 209. بيهولد البريث بتاعه، بياخد نفس وينزل. ودي في منها انواع، في منها بيروح يعني اعمق نقطه بيوصل لها، وفي بالسويم بيعوم، يعني في منها كذا نوع، بس ده نوع اسمه فري دايفنج. في اللي عندنا ريكريشنال والتكنيكال والفري دايفنج، واخر نوع اللي هو الكوميرشال دايفنج اللي هو بيبقى لحام وقطع وفك وتركيب ونسف وتدمير تحت الميه، وده عاده بيستخدم في الاعمال البحريه في شركات البترول، شركات الكهرباء والكلام ده. حضرتك كخبير في الغطس وكمدرب للمبتدئين، تنصحهم الاول بايه؟ ايه النصايح الاولانيه اللي بتديها للمبتدئين اللي عايز يبتدي الغوص؟ وبتقول لهم ايه الاوقات المناسبه اكتر للغوص؟ انت طبعا بحكم انك بروفيشنال فبتغوص طول ايام السنه، لكن هل في وقت مناسب اكتر للغوص؟ والله احنا يعني الحمد لله طبعا الجو هنا في مصر من اجمل اجواء العالم، ما بقولش كده عشان انا مصري ودي مصر، لا خالص بجد. مصر بتتميز باعتدال المناخي بتاعها، فالشتاء عندنا بيبقى برضو الجو حلو فيه، ما بيبقاش ساقع، ما بتبقاش برد قارس. وفي اكويبمنت معينه، يعني في سوتس معينه او في بدل غوص معينه بتبقى للشتاء، وفي بدل غوص بتبقى للصيف. فاحنا عندنا في مصر، ودي ميزه في مصر هنا الحمد لله عندنا، ان احنا الجو والمناخ معتدل، فما فيش وقت معين اقدر اقول لك نيجي فيه او ما نجيش فيه، بس هو معظم المواسم بتاعه الغوص او بتاعه سياحه الغوص بتبقى في الفترات الاجازه،
وفي معتقد عندنا في مصر ان دايما الشتاء فالميه ساقعه فمش هنزل الميه، بس طبعا يعني المعتقد دوت محتاج ان احنا نصلحه. عشان السكوبا دايفنج هي يعني ايه سكوبا؟ سكوبا اللي هي سيلف كونتيند اندر ووتر بريزنج اباراتوس، اللي هو الغوص بالمعدات ذاتيه التحكم. في معده من معدات الغوص اللي احنا بنستخدمها اللي هي اسمها الويت سوت، اللي هي بدله الغوص. بدله الغوص دي في منها كذا سمك لكذا درجة حرارة معينة، وفي منها أنواع. في حاجة اسمها ويت سوت اللي هي الويت سوت مبللة، بيبقى فيها ميه؟ بتبقى فيها مياه، بتدخل مياه في الجسم، بس المياه دي ما بتخرجش، يعني بتدخل مياه والمياه دي ما بتخرجش. فالمياه دي بتاخد درجة حرارة الجسم، وبتبقى معمولة البدلة دي من مادة معينة اسمها نيوبرين. النيوبرين ديت بتحافظ على درجة حرارة الجسم، فالمياه اللي جوه بتبقى واخدة درجة حرارة الجسم، والنيوبرين بيبقى عازل ما بين المياه الساقعة اللي بره ودرجة حرارة الجسم، فمبتحسش بالبرد. وبيتلبس كمان هود على الراس، ده برضو بيساعد على درجة حرارة الجسم. زي ما احنا عارفين 80% من درجة حرارة الجسم بيفقدها الرأس، فمفيش أي برد تحسه بيه يعني. ده بالنسبة للدايفنج في الشتاء أو في الصيف. ففي معدة خاصة في الصيف، في معدة خاصة بالشتاء. لكن ما فيش وقت أنسب لتعليم الغوص أو كل أسهل؟ كل طبعا يعني شهر أربعة طبعا ده من أجمل، يعني شهر أربعة وخمسة دي من أجمل الأوقات اللي الناس بتيجي تغطس فيها. بس أنا يعني أنا مش عايز يبقى في عندنا معتقد معين إن إحنا عندنا جو معين، علشان برضو في كل سيزون في مارين لايف مختلفة. فلما هتيجي في الصيف هتشوف مارين لايف غير لما هتيجي في الشتاء، غير يعني. فانت محتاج ان انت تغطس في الصيف وفي الشتاء وتشوف المارين لايف هنا وتشوف المارين لايف هنا. المارين لايف اللي هي الاحياء المائيه. المبتدئ ممكن يغطس لوحده بعد قد ايه من التدريب؟ كورسات الغوص، اول كورس خالص ده بيبقى بيعرفك بعلم الغوص وبيعرفك بالمعدات بتاعت الغطس، ولازم تغطس مع بادي اللي هو مع زميل ليك، ما ينفعش تغطس لوحدك أبدا. لا يعني اتس يعني كل ريكريشنال كورسز ممنوع، او مش ممنوع، من الرولز بتاعتها انك ما ينفعش تغطس لوحدك. زي بالظبط كده يعني ما ينفعش تغطس لوحدك لاسباب. اول حاجه ان انت لو احتجت حاجه ففي زميل جنبك ممكن يساعدك، وعمرك ما يعني الانترتينمنت في المايه وانت معاك زميلك في المايه غير وانت لوحدك. وحاجه ثالثه واخيره ان بيحصل تبادل خبرات، ان دايما انت سافرتي وشفتي وغطستي في المكان ده وفي المكان ده، والتاني غطس وسافر وشاف، فبيحصل تبادل خبرات. بياخد المبتدئ وقت قد ايه علشان يبقى يقدر يغطس؟ الكورس الاولاني اللي هو اول كورس في المايه مفتوحه بيبقى 4 ايام، كورس 4 ايام بس. وبعد 4 ايام بتبقي كواليفايد، بتبقي مهيئه انك تغطسي في اي حته في العالم، في اي حته في العالم مش في مصر بس، في اي حته في العالم باللايسنس او بالرخصه اللي انت بتاخديها. مصر مشهوره بانها منطقه جذب للغوص، بيجي السياح من كل بلاد العالم عشان تغطس فيها. هل في مناطق في مصر هي بتتميز بال يعني ليها الجذب دوت، وهي المناطق دي مهمه؟ احكي لك عن مصر بقى. يعني ليه السياح بتوعنا، ليه السياح بيجوا من كل الدنيا علشان يغطسوا في مصر؟ مصر من اجمل، فعلا من اجمل واميز الاماكن اللي ممكن تغطسي فيها في العالم كله. مصر احنا عندنا a lot of sources. sources يعني ايه بقى؟ عندنا مصادر كتير للغوص. الجو واحده منهم اللي اتكلمنا عنها. الجو ده اكيد. ثانيا البحر الاحمر، والبحر الاحمر بيتميز بصفاء المياه والمارين لايف او بالاحياء المائيه اللي فيه. واحنا عندنا بحر احمر اللي هو اللي هو الجنوب بتاع البحر الاحمر، وعندنا اللي هو الغردقه ومرسى علم وكل اللي تحته حماطه وكل لحد السودان، وعندنا الجزء اللي هو الشمال اللي هو في سيناء.
اللي هو دهب وطابة وشرم الشيخ ونويبع، كل الجزء دوت اللي هو جنوب سيناء. فالأحياء المائية اللي تحت تبقى مختلفة في الحجم وفي الأنواع عن الأحياء المائية الموجودة فوق، ده كأحياء مائية. الغطس مش بس أحياء مائية، الغطس ساعات بننزل نغطس عشان نكتشف تاريخ تحت أو نتفرج على تاريخ تحت المايه، زي مراكب غرقانة أيام الحرب العالمية التانية، زي آثار في المايه بننزل نتفرج عليها زي اللي موجودة في اسكندرية. فمصر بتتميز بكل أنواع الغطس، بالمارين لايف اللي هي الأحياء المائية، بالتاريخ اللي هي المراكب اللي غرقانة تحت المايه، وثالثا اللي هو الآثار الموجودة تحت المايه. فمصر بتتميز بكل الحاجات ديت. عندنا بحر أبيض متوسط، عندنا بحر أحمر جنوبا وشمالا في سيناء. ذهب دهب اه دهب ليه ذهب بقى؟ بصي، هو دهب مكان فيه ناتشرال دايفنج. يعني ايه ناتشرال دايفنج؟ يعني كيف، كانيون، بلو هول. البلو طبعا ده نوع برضو نوع الدايفنج اللي هو الناتشرال، اللي هو اوفر هيد انفايرمنت او الناتشرال دايفنج، ده موجود ومصر موجود فيها الانواع ديت. فالفرايتيز كتير في مصر وكله في البحر الاحمر، فدرجه الحراره كويسه والرؤيه كويسه والاعماق متاحه بانواعها، فكل انواع الغطس موجوده. دهب بالذات يعني دهب فيها زي ما قلنا ناتشرال دايفنج. فالناتشرال دايفنج ده حاجات معموله الطبيعه عملتها. كابتن احمد، حضرتك عضو لجنه فنيه في الاتحاد المصري للغوص ومحقق في قسم التحقيقات. تمام. كلمنا بقى عن اغرب الحوادث اللي انت قابلتها في تاريخ عملك. الاول، المهمه دي صعبه قوي، اكيد بتطلب مهارات خاصه عشان تبقى كواليفايد ليها. طبعا يعني هو اكيد طبعا انت بتقولي ده، بس انا عايز اقول للناس حاجه، هو سكوبا دايفنج از سيف، يعني دايفنج از فان، ده المين كونسبت بتاع الدايفنج. احنا مش هنخوفهم، احنا هنحكي لهم بس بس انا هقول لك، المخاطر الاول. الريسك بتاع السكوبا دايفنج موجود في اي حاجه في حياتنا. يعني النهارده واحنا بناكل، لو ما خدناش بالنا واحنا بناكل احنا تحت ريسك. احنا واحنا سايقين لو مش ناشئ على الرولز بتاعت الطريق او الرولز بتاعت العربيه، فهنحط نفسنا في هاير ريسك. فهو الريسك دايما موجود في كل حته في حياتنا، الريسك. بس انت لحد فين you are taking this risk؟ حضرتك حققت في 18 قضيه، هل في بينهم حاجه مشتركه فبتقول ان احنا هنا عدينا الليميت بتاع الريسك؟ فعلا، هو دايما كان بيبقى فيه عامل مشترك، والحمد لله مع يعني مع مجهودات الاتحاد مصر للغوص بنحاول ان احنا نافويد المشاكل ديت في ان هي تحصل تاني. اهمهم exceeding the limit. exceeding the limit ده في كل حاجة في حياتنا، او pushing the limit بمعنى تاني. عندنا في الغطس exceeding depth limit او time limit، عدى المسافات اللي المفروض يغطسها او العمق. الوقت، العمق او الوقت. لما بتعدي العمق المسموح ليكي في الرخصة بتاعتك اللي انت متدربة عليها، اللي انت qualified انك تنزلي عليها، تحطي نفسك في ريسك انت مش متدربة عليه. كل غواص ليه ليميت، بياخد رخصة. كل دورة، كل كورس ليها سكيلز معينة بيتعلمها، وليها ستاندرز معينة، وهو بيتدرب عليها. يعني احكي لك مثلا، الناس كان زمان كانت الناس دايما بتحاول تغطس بالاير ريكريشنال دايفنج، اللي هو بسنجل تانك واحد، حاولوا ينزلوا اكسيدنج الماكسيمم ديبث اللي هو 40 متر، بيعدوا ال 40 متر. طبعا لما بنعدي العمق دوت بيبدا
يحصل لنا يبدأ يحصل لنا مشاكل مع الميكس مع الميكس جاز دوت اللي هو الاير، يبدأ يحصل لنا حاجة اسمها ناتج ناركوزيس لو سكر أعماق، وبعد سكر الأعماق بيبدأ يحصل لنا حاجة اسمها أوكسجين توكسيستي لو تسمم الأكسجين. ومعظم الناس اللي بيبقوا نازلين العمق دوت ما بيبقوش واخدين الغاز الصح او الايكويبمنت الصحيحه للعمق ده. ف as far as ان احنا معانا الايكويبمنت الصحيحه ومعانا الجايد الصح، دايفنج از فن، دايفنج سيف. البلو هول، مقبره الغواصين، ليه مقبره الغواصين وايه مشكلتها وازاي الغواص يتجنبها؟ يتجنبها خالص ما ينزلهاش، ولا يتجنب المخاطر اللي فيها وازاي؟ البلو هول دي من اجمل الدايفنج سايتس اللي ممكن اي حد يغطس فيها، وانا طبعا ببتسم عشان اسمع ان هي مقبره الغطاسين. معظم الناس بيقولوا عليها كده، للاسف هي من اجمل الدايفنج سايتس الموجوده في دهب. ليه قررت فيها حوالي صغيره؟ البلو هول ليها كونفيجريشن مختلف. البلو هول هي عبارة عن هول سيمي كلوز، في حتة منها مفتوحة على الاوبن ووتر، حتة مفتوحة على ماكسيمم ديبس 9 متر. فلو انت بتعملي دريفت دايف من مكان اسمه بيلز ماشية مع التيار عشان تخش جوه بلو هول، فممكن بتعدي من الصدل اللي هو من 7 ل 9 متر على حسب لو تايد ولا هاي تايد، وتخش جوه بلو هول. في غطسة تانية بننزل جوه بلو هول وبنطلع بره من عن طريق الصدل دوت ونكمل غطستنا، وده الغطس الريكريشنال اللي هو بوان سنجل تانك. في بقى الغطس التكنيكال، بننزل بسبيشال ميكس جاز دايفنج بمخاليط معينة للأعماق، وفي فتحة تانية موجودة في البلو هول بتبدأ من 52 متر لحد الأعماق تحت، لحد من جوه بلو هول هيبقى 90 متر، من بره بلو هول هيبقى 120 وأعمق. المنظر من تحت جوه بلو هول دوت لما تيجي تبص لفوق كده وتشوفي الشمس نازلة، أو تبقي بتخش جوه الأرش دوت، الأرش دوت اللي هو بيبدأ من 52 متر كعمق وبينزل تحت لحد اخر بلو هول، جميل قوي. ده اوفر هيد انفايرمنت، يعني ارش كانك بتعدي جوه نفق كده، نفق ضخم كبير بتعدي جواه وبتطلع من الناحيه الثانيه، من الناحيه الثانيه من البلو من يعني من اوبن ووتر اوت اوف ذا بلو هول. ده الصح اللي انا حكيته، ده صح. في ناس بقى كانوا دايما، يعني هم ثلاث انواع من الناس اللي كانوا بيغرقوا في البلو هول او كان بيحصل لهم الحادثه في البلو هول. في جزء منهم كان بيجي ينزل يغطس بوان سنجل تانك، بتانك واحد، بيبقى في نفسه ان هو يشوف الارش ده عشان قرأ عنه وشاف صوره والبلو هول معروفه بيه. فبدل ما يروح وياخدوا كورس، ياخدوا دورة للغطس التكنيكال ويتعلموا وينزلوا سيف دايفنج، كانوا على طول بيحاولوا يتفقوا مع الجايد، يقولوا له احنا عايزين نعدي ونتفرج على القرش، فالجايد يرفض يقول لا ما ينفعش، ودي الستاندرز، دي الرولز بتاعتنا، واحنا وبنفولو الستاندرز. كانوا بينزلوا يغطسوا عادي وهم عارفين فين المكان، والجايد فغطسات منفرده مع الجايد، فالجايد وهو بيعدي من الصدل بتاع البلو هول هم بيروحوا سايبينه ونازلين تحت لل 52 متر 52 متر، وهم نازلين طبعا بوان سنجل تانك، بتانك واحد. ف ساعات الغاز ما بيبقاش كافي ليهم، وساعات بيحصل لهم اللي هو سكر الاعماق اللي هو الناتريال ناركوزيس، فبيحصل لهم اوت اوف اورينتيشن وزي جيت لوست تحت في الارش، وفي منهم بيجيله ناركوزيس وبيبقى اول مره يجيله
الهاي دوز اوف ناركوزيس دوت، فبيبانيك خايف يروح طالع جري على السيرفس. دي كلها انواع من انواع الحوادث اللي بتحصل في الريكريشنال دايفنج. في نوع تاني كان بيحصل من الحوادث مع التكنيكال دايفر. تكنيكال دايفرز في ديب اير دايفنج اللي هو اكستندد رينج، برضه بيحاولوا ان هم يكسيد الليميت بتاعهم وينزلوا اعمق، فبدا يحصل لهم نفس الحوادث اللي بتحصل لهم في الريكريشنال. او ساعات اكسيدنج التايم بقى، بينزلوا يقضوا وقت طويل تحت في الغطسه وهم طالعين، يعني وهم طالعين ما بيبقوش حاسبين الغاز بتاعهم. في حاجه اسمها جاز كالكوليشن، ابقى انا عارف انا نازل العمق دوت هقعد قد ايه وقت، فهستخدم قد ايه بنزين زي العربية كده. تمام. البنزين بتاعنا الهواء اللي احنا بنتنفسه. زي بقى العربية كده في مؤشر بيبقى قدامه بيعرفه. طبعا في مؤشر. وقبل ما ننزل المايه احنا بنحسب. احنا بنحسب احنا ننزل عمق قد ايه وهنقعد قد ايه، وانا بتنفس كام لتر في الدقيقة، فبحسب الحسبة بتاعتي وباخد الغاز بتاعي وانا نازل. ففي ناس للاسف مع ظهور التكنولوجي الجديده اللي هو الدايفنج كمبيوترز، الناس ما بيحسبوش الغازات بتاعتهم بشكل صحيح، بيعتمدوا اعتماد كلي على الكمبيوتر. وطبعا بينسوا ان الاكسايتمنت بتخليكي تستخدمي غاز اكتر، الخوف بيخليكي تستخدمي غاز اكتر، كل الكلام ده عن اللي محسوب. عن اللي محسوب، فهو لازم بيحسب على الاتموسفير اللي هو نازل له، ولو نازل في مياه ساقعه بردان شويه، لو نازل في مياه دفيانه يعني حار سخنه وهو حران فيها، كل الكلام ده بيأثر على نسبه الغاز اللي هو بيتنفسها. فساعات بيحصل له اوت اوف اير تحت في المياه، فبيبدأ يطلع بسرعه، يبدأ يسكيب، في مفروض نطلع على كل عمق ويبدأ يقف وقفه معينه، دي حاجه اسمها دي كومبريشن ستوب، يقف وقفه معينه عشان يطلع الغاز اللي هو جوه في جسمه، يبدأ يطلعه مع الزفير. فبيسكيب بقى الستوب ستيت وبيطلع جري، وساعات بيبقى اوت اوف كنترول ما بيلحقش يفضي الهواء وبتحصل حادثه برضه عشان هو he didn't follow the standards. وفي نوع اخير من الحوادث بيحصل اللي هو ناس بتحاول تعمل ريكوردز، او ناس بتحاول بس ريكوردز ذات بتبقى ريكوردز لنفسه هو. طبعا زي ما احنا شايفين بطل بتاعنا احمد، وفي ابطال احمد جبر. الناس دي بتقعد اتس ستادي، ما بتبقاش كده فكره طلعت في دماغه فانا بكره نازل المايه، بيقعد يسخر حياته يغطس ويحسب وينزل ويطلع ويحسب تاني ويجيب الاكويبمنت ديت ويعدل عليها ويجيب حاجة تانية ويشتري دي من بره ويعدل من هنا ويغطس تاني ويطلع وريسيرش كتيرة ويجرب ويغير، بتاخد سنين علشان يثبت علم جديد او يزود جزء من علم الغوص في العلم الموجود عندنا. ودي بتبقى الريكورد فكرته ما بتبقاش جاست انا رايح كده. ودي نصيحه حضرتك بتقدمها دلوقتي للي بيحاول يعمل ريكورد جديد مع نفسه، ان الموضوع علم والموضوع محتاج دراسه كتير. اكيد الموضوع دراسه وعلم، وبناء على العلم والدراسه اللي بتتعمل ديت فاحنا بنوصل لمعلومه جديده، او يعني ما حدش كان يتخيل ان احنا نوصل للقمر مثلا، كان اخرنا طياره بتطير، ده كان حلو قوي. واحده واحده مع العلم ومع المحاولات ومع الدراسات وصلنا للقمر. فهو ده، هي دي الفكره بتاعت الريكورد. والبحر زيه برضه زي فتره واسعه بالظبط. بس هي انا بس يعني اللي انا عايز اوضحه برضه للناس، ان الناس الدايفرز ساعات بيحسوا ان الموضوع بسيط وسهل عشان ما بيبقوش عارفين الباك جراوند بتاعته عامله ازاي. هنتقل بقى، عايز اسالك لقب من القابك المشهور بيه جدا اندرتيكر، انت خدت اللقب ده ازاي وليه؟ والله انا ما اعرفش بصراحه انا خدته ازاي، بس لا اكيد مرتبط بشغلك. هو انا كنت يعني من 2003 كنت في عضو اللجنه الفنيه في الاتحاد المصري للغوص،
بعد كده 2006 بدأت حصل انفجار في دهب، وحصل اللي هي كان حصل انفجار على الممشى بتاع دهب، وكنت انا عطل طالع الأولويات في كنت الغرفة. انا طالع من الاتحاد المصري للغوص، يعني كنت مكلف بانتشال الاشلاء من المياه لمساعدة وزارة الداخلية فيها. وتم الانتشال وتم انتشال الاشلاء من المياه، ودي انتشال كانت الاشلاء ده مهمه صعبه قوي، ومتهيالي ان اما بيبقوا موجودين في المايه المالحه بيبقى نسبه التحلل عاليه، وبيبقى صعب انك تحدد مكانهم بسهوله وتطلعهم سليم. تمام يا فندم صح، بس احنا الوقت مهم، عامل الوقت بيبقى مهم، مهم ان احنا ننزل. يعني بالنسبة للحادثة عشان دي، كده اندرتيكر، عشان بتعرف تحدد الهدف بتاعك وتطلعه في وقت مظبوط. هو الموضوع دراسة، الموضوع طبعا دراسة، هو ده كورس معين اسمه سيرش اند ريكفري. سيرش اند ريكفري ده جزء من جزء التحقيقات، وفي طبعا دورات وكورسات تانية بتتاخد جنبها. المهم جدا تعرفي، يعني تروحي للسورسز الصح، تاخدي منها المعلومات الصح، وتبدأي تبني فيجن من التحقيقات اللي انت خدتيها من الناس، او الاقوال اللي انت خدتيها من الناس، تعرفي نزل فين بالظبط، كان نزل معاه ايه، كان معاه كام كيلو، كان اتجاهها، كان الساعة كام، عشان تعرفي تكالكوليت السيرف كان عامل ازاي، الكرنت كان اتجاهه عامل ازاي، وبتبدأي تحددي او تحطي فيجن، وتحددي الموقع، وتبدأي تنزلي. واحنا نازلين بنبقى في سيموليشن، سيموليشن للغطسة بتاعته هو، بحيث ان احنا نبقى متوقعين ان الهدف بتاعنا، وبنفكر فيه كهدف، ما بنفكرش فيه احنا ما بنبقاش جايين نازلين full of emotions. هو بيبقى objective، واحنا we are searching for objectives. بتحسب وزنه واتجاه التيار وكل الحاجات دي عشان تحدد مكانه هو بقى فين دلوقتي. تمام كده. يعني المهمة بتاعتك مش بس مرتبطة بانتشال الجثث والتحقيقات، لكن هي كمان فيها جزء فن، انك بتدور ممكن على مجوهرات ثمينة ضايعة. حقيقي حقيقي فعلا حصل معايا قبل كده، حد طلب مني ان انا، حد كان زبون كان بيغطس وضاع منه خاتم معين. خاتم دوت كان مرتبط بالعيلة، كان مرتبط يعني كان بتاع زوجته، وزوجته كان الخاتم ده كانت واخداه من العيلة، من جراند ماذر بقى، اللي هي جراند ماذر. وده كان حاجة صعبة جدا عشان ندور عليه بصراحة، بس الحمد لله في الآخر لقيناه. عملك كمحقق أكيد خلاك مريت بقضايا غريبة، قضايا فاني، قضايا فيها حاجة يعني ممكن تحكيها لنا. يا ترى ايه أقرب القضايا اللي قابلتها؟ كان في حادثة من الحوادث كنا بندور عليها ممكنش لاقيينها، ده كان في البلو هول. وفي البلو هول في الأرش زي ما قلنا، ده هو على 52 متر، ولما قعدنا ندور كتير في الآخر لقيناها لازقة في الروف، لازقة في السقف. فكنا عاملين ندور على البوتوم وما كناش لاقيينها، بس هو كان حاصل ان هو حاول، يعني هو هي جت بانيك او حاجه، هي جت بانيك تحت في المايه، فحاول يطلع، فمل يعني خبط في السقف في الروف، وكان مات على هذا الوضع يعني. فدي كان من اكتر الحوادث اللي خدت وقت كتير في التحقيق فيها. انا كنت بتدور عليه ما كنتش لاقيين، ما كنتش متوقعين، كناش متوقعين. طب ازاي لقيته؟ لقيناه يعني بالحظ، لقيناه واحنا يعني كان الموضوع صدفة اكتر ما هو انفستيجيشن. ده بالنسبة للحادثة ديت. و في حوادث تانية؟ في حوادث تانية، بس انا عن نفسي يعني بحبش اتكلم كتير عن الحوادث بتفاصيلها. To not hurt any بس احنا family بنحاول feeling برضه يعني. نعرف الناس ان ممكن يتعرضوا لمخاطر لو هما مش follow ال instructions بتاعتهم. طبعا طبعا. فالحكاية مش funny قد ما هي ممكن تبقى خطر جدا وتودي بحياتهم اذا ما اتبعوش التعليمات بشكل دقيق. ده حقيقي.
احنا عايزين بقى نخوفهم فعلا ونحكي لهم حكايه مرعبه. طيب اول حاجه انا I would recommend طبعا اي حد اي حد بينزل تكنيكال دايفنج او بينزل ديب دايفنج لازم يكون معاه الايكويبمنت الصحيحه ومعاه هي هاف تو بي سيرتيفايد وكواليفايد نوت اونلي سيرتيفايد بس احنا لازم يبقى كواليفايد. ناس كتير قوي معاها مثلا الرخص بتاعت الغطس بس بقاله كتير ما غطسش فلما بتقعدي فتره بعيد عن الغطس يو لوز ذا سكيلز تفقد المهارات بتاعت الغطس لازم لما ترجعي تاني ترجعي بالسكيلز بتاعتك. معظم يعني في حوادث كتير كانت حصلت كان من ضمن مشاكلها الايكويبمنت المعدات بتاعت الغطس. في بدله بنلبسها اسمها دراي سوت دي اللي هي البدله الجافه. البدله الجافه بتبقى متوصله بالتانك عشان نزود فيها هواء او نفضي منها الهواء. بتبقى بوينت كنترول ديفايس بتتحكم في الطفو بتاعنا. في ناس كتير بيستخدموا البدله ديت عشان البرد تحت المايه وعشان بتبقى مريحه تحت المايه انت مش مبلوله مش بردانه. بس للاسف ما بيبقوش متدربين عليها كفايه فلما بينزلوا تكنيكال دايفنج وهم طالعين الهواء بيتمدد جوه البدله فمحتاجين ان احنا نفضي الهواء من البدله واحده واحده فساعات بيتاخر في ان هو يفضي الهواء وان الهواء هو بيفضيه بيكون لازم يفضيه من حاجه اسمها البي سي دي اللي هو الجاكيت اللي لابسه وبيفضيه من البدله اللي هو لابسها. فساعات بيبقى ما بيبقاش متدرب عليها كويس فما بيلحقش يفضي الهواء بشكل المناسب او في الوقت المناسب فبتبدا البدله تاخده عشان الهواء منفوخه فتبدا تاخده على فوق على السطح وكل ما طلعنا فوق كل ما الهواء اللي جواها اتمدد وبقى اكتر فبيطلع اسرع. فدي كانت حادثه من ضمن الحوادث حصلت في شرم الشيخ. طلع حصل له يعني احنا عرفنا الحادثه عن طريق الانفستيجيشن ان هو بعد ما خدنا الكمبيوتر وحللنا فيه وشفنا قابلنا الناس واتكلمنا معاهم اتضح ان البدله حصل لها حاجه اسمها سيلف انفليت او هو ما قدرش يفضي الهواء بالشكل الصحيح في لما يحصل سيلف انفليت. في بروسيجرز معينه اول ما يحصل سيلف انفليت بيحصل ديسكونكت للبدله وبيبدا هو يفضي فما لحقش يعمل دوت وطلع ووقف في لحظه مسك حاجة من الشعب ومسك وحاول ان هو يفضي وفلت قعد ثواني معينة وبعد كده فلت من الشعب وكسرت الشعب وطلع بيها على السطح وحصل وطبعا حصلت له وفاة في الاخر لما طلع. هو طلع وحصل له overlung expansion واللي هو انفجار رئتين وحصل له وطبعا decompression sickness اللي هو مرض تقليل الضغط. كان في ريسكيو اللي هو الريسكيو بوت في زودياك شرم الشيخ في اللي هو السار تيم جه بسرعه وخده بس ما لحقش ان هو يوصل للمستشفى يعني. فدي حاجه تانية بقولها برضو للناس احنا محتاجين ان انا ساعات كتير ابقى اكون سيرتيفايد ومعايا اللايسنس بس الناس دايما بتفكر تقول لك انا انزل الغطسه العميقه الاول علشان هي دي اللي فيها فلوس كتير بتدفع وبعد كده ابدا لو معايا فلوس فاغطس تاني. فلا احنا بنتكلم دايما ما تبصش للماتيريالز ما تبصش للفلوس بس ميك ات رايت نبص لسلامته كمان في الاول. بس ده السبب برضه اللي خلاك قلت لنا من الاول ان المفروض الواحد ما يغطسش لوحده. مفهوم ما تغطسش يعني ده في الريكريشنال دايفنج. في التكنيكال دايفنج في ليفل معين في التكنيكال دايفنج من بعديه بتبقي سيرتيفايد انك تغطس لوحدك علشان كده شكل الايكويبمنت بيختلف بيبقى دايما في alternate سورس لكل حاجه للاير سورس للبوينسي ديفايس بيبقى في بحيث ان لو دي باظت دي تشتغل لو دي باظت دي تشتغل بيكون يعني السولو دايفنج ده اسمه سولو دايفنج ده ليه كورس معين بيتاخد او في التكنيكال دايفنج في ليفل معين بتبقي مهيئه انك تغطس لوحدك. هنخرج من الجو الكئيب اللي عملناه ده انت اختاروك عشان تقدم الاستشارات الفنيه والتقنيه للفيلم الوثائقي البولاند ديب لاف. تمام.
اتكلمنا عنه. يانوش اللي هو بطل يانوش و محقق ريكورد هو. يانوش وجوانا، جوانا مراته، وهم الاثنين بصراحة أبطال. يانوش كان مدرب، كان مدرب سكوبا دايفنج، كان حد ناجح جدا. جات له جلطة في المخ، فور باد لك، جات له جلطة تحت المية وهو تحت المية، ونقلوه بسرعة المستشفى، وبعد وفضل في كوما لفترة. بعد ما فاق من الكوما هو فقد، يعني حصل له شلل نصفي، والجلطة أثرت على الكلام وجزء معين في المخ اللي هو مسؤول عن الذاكرة. بس سبحان الله هو كان connected بالماي جدا، وكان حد very successful in his life. نزل عمل world record، عمل رقم العالم لل disabled، ما تسجلش جينيس، بس ده كان أول واحد disabled مش handicap disabled يعمل ستيم متر تحت المية. طبعا بعد علاج قعد حوالي 3 سنين وموافقات طبية وإشراف فني، ده أنا كنت مسؤول عنه. عمل الريكورد دوت، وعملها ديكيومنتري على يانوش وعلى مراته. مراته أنا برضو بقول عليها بطلة، عشان هي كانت معي قبل ما يحصل حادثة. هو راجل ناجح كمدرب وكان مهندس هو، وفضلت معايا لحد النهاردة، لحد حتى بعد ما حصل له الحادثة، لحد النهاردة هي ما زالت لسه هما الاثنين مع بعض، وبتخاف عليه، وحياة جميلة هما الاثنين مع بعض. وإن شاء الله هما اللي عملوا فكرة فيلم الديب لاف. وكان كانت فكرة ديب لاف جاية من شقين، من الديب لاف بتاع جوانا اللي هي مراته، هير ديب لاف تو هير هازبند لجوزها، وكانت فكرته برضو من الوجه الاخر ان الديب لاف ليه هو، ان هو there is deep love للمية والدبس. فالحمد لله في الدوكيومنتري دوت حققنا الاثنين، حققنا ان احنا نبين للناس ان كان عن قصة حياته. بينا للناس ان there is deep love، ان في deep love ما بين جوانا وجوزها، وقد ايه تعبت معاه ولسه جنبه. والشك التاني ان كان هدفه وكان حلمه ان يغطس تاني، يرجع يغطس تاني. ولما رجع غطس وعمل world record، نزل 60 متر ووصل للأرش اللي كان في نفسه يشوفه، وكان بينام وكان بيحلم ان هو نزل بلو هول وشاف الأرش. واحنا حاولنا ان احنا نخلي حلمه حقيقة. ساعدته فعلا انه يعمل. الحمد لله. ايه مشاريع جديدة؟ دوكيومنتريز جديدة؟ والله المشاريع الجديدة اللي بنعملها دلوقتي، في ريسيرش بيتعمل على يانوش. الريسيرش دوت عشان نثبت ان الجلطة اللي جات ليانوش ما كانش بسبب الغطس، لا بالعكس، ده يانوش الغطس ليه تأثير ايجابي على يانوش. في اللي هو سمع وكلام تقريبا، هنا عندنا حاجة زيه سمع الكلام في بولندا، عشان هو بولندي. في جامعة اللي هي جامعة السمع المسؤولة عن السمع والكلام، عملت تيست معين وديتوله علشان يحلوا على الأرض هنا. ولما حلوا على في الدراي اتموسفير على الأرض، جاب 60%. لما بدأنا فكرة الريسيرش وخدناه في التشامبر في غرفة الضغط وحلو، جاب 90%. طبعا هو نفس الامتحان، بس الأسئلة مختلفة، بس نفس الكونسيبت بتاعت الامتحان، وكان عن طريق الجامعة. خدنا نفس الامتحان بس الفيرجن الثالثة وعملناها تحت المية، جاب 100%.
فطبعا دلوقتي الريسيرش ده دوت بسبب حالته النفسية، لأن هو بيحب المية. طبعا في حاجتين، حالته النفسية ده جزء، والجزء التاني ان ال high dose of oxygen، بس طبعا regulated high dose بيأثر على central nervous system ليه بشكل إيجابي، وده الوضع ده اللي احنا بنحاول نثبته دلوقتي في الأبحاث اللي احنا شغالين فيها. والبروجكت التاني بتاعنا دوكيومنتري اسمه ديب اسمه تو باديز، ده دوكيومنتري جديد بنجهزه دلوقتي عن حادثة حصلت في دهب لاتنين مصريين وتوفوا يعني في المياه. ف عاملين انفستيجيشن في الحادثة علشان طلع أقاويل كتيرة على الحادثة، فبنعمل انفستيجيشن تكنيكال انفستيجيشن على الموضوع علشان نشوف الحادثة دي حصلت ازاي و to be documented، عشان it's very important، يعني مهم قوي ان الناس تعرف الاتنين المصريين ماتوا بأنهي شكل، وكان على فكرة هدفهم هدف كويس جدا، بس كان معاهم المعدات الغلط في المكان الغلط. احنا شفنا لك صور بتكتب فيها تقارير تحت المايه، ما تمام. ده اكيد طبعا الورق ده ماتيريالز خاصة وكده. ده بلوك نوت، بيبقى بلوك نوت كده معين ب بلاستيك فابريك معينة بنكتب بيها بقلم رصاص تحت المية، ولما نطلع ممكن نمسحها لو احنا عايزين نمسحها يعني. وبتبقى سهلة. بتبقى سهلة. طب ليه ايه ضرورة ان انت تكتب يعني جزء من تقاريرك تحت المية؟ هو احنا ما بنكتبش تقارير، تاخد نوتس. احنا بناخد نوتس. بناخد نوتس في ساعات بنبقى في نوتس عايزينها، ساعات بيبقى في measurements معينة بنبقى عايزين نكتبها، ساعات بناخد نوتس، ساعات بيبقى في حاجات عايزين نقولها لبعض تحت في المايه فبكتبها له وهو بيرد عليا فيها. بمناسبة التواصل تحت المايه، قبل بقى ما يبقى في نوتس دي كنت بتتواصل ازاي؟ بشرح. كده. طب قول لنا كده باختصار اشارتين تلاتة معنيين. دي طبعا اشهر اشاره اللي احنا كل تطلع في كل الافلام دايما، دي اوكي اللي هو ام اوكي، عاده بتبقى ممكن تبقى سؤال ممكن تبقى اجابه، لازم لما اسالك لازم ترد عليا باوكي او ترد عليا بالاخر، يعني اسالك انت اوكي ترد عليا اوكي او ترد عليا I have a problem، في مشكله، ولو في مشكله دي كده في مشكله تقولي لي فين، مشكله في وداني، مشكلة في الريجليتور بتاعي، تقولي المشكلة فين، دول أهم شرطين بنستخدمهم يعني تحت في المية. كابتن أحمد، عايزين قبل ما نختم تقول لنا الدايفنج ازاي أثر على حياتك الشخصية؟ الدايفنج أول حاجة طبعا دي أهم حاجة، بحس إن هو بيخليني قربني كتير من الناس، خلاني more social مع الناس، خلاني calculating risk، بحسب ال calculating risk و calculating كل حاجة بنعملها في حياتنا بيبقى ليها risk وليها benefit. لو ال benefit وال risk قد بعض يبقى ما ناخدش الخطوة دي، لازم يبقى ال benefit أعلى من ال risk ولو شوية صغيرين، فدي حاجة مهمة جدا اتعلمتها في حياتي من الغلط. علمك ايه تاني؟ ضاف لك ايه؟ النظام؟ علمني ان انا ابقى منظم جدا و to follow ال standards وال procedures ودايما نبقى عارفين ان القواعد، ان الناس اللي قبلنا اللي حطت القواعد وال rules وحطت الكلام ده حطته بناء على ابحاث ودراسات، ولازم نحترم الكلام دوت. كلمة صغيرة للدايفرز اللي عايزين يعني يتعلموا دايفنج؟ كلمة للناس اللي هم ما غطسوش وعايزين يغطسوا، دايفنج از فن، انا يعني انصحك انك تجرب الغطس. للغطاسين اللي هم بيغطسوا انصحهم follow the standards and don't ever exceed the limit, depth limit or time limit. مرسي الوقت. شكرا. شكرا.